السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. نحضر معكم اللحم الحلو أو الفواكه الجافة مع السلة. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. باش نحضروا اللحم الحلو، كنطلبت مني احدى الاخر متتبعات سلسبيل كويزين اللحم الحلو، رفدت الكميه قليله باش نوري لها. 100 غرام من البرطوق او العينه، 100 غرام من المشماش، 100 غرام من الزبيب، القليل من اللوز هنا قليته في الزيت، بارد في بارد عملت الزيت واللوز وقليتهم على النار حركت. نحتاج الى قليل من ماء الزهر، ملعقه هنا تاع الدسر تاع الزبده، عود من القرفه، كيلة من السكر، انا رفدت بهذا تاع العبر، فت هذا صغير يعمل 80 مليلتر، كيلا سكر وزوج ماء. نبداو نخدمو في السيرو، نوضعو السكر، نضيفو عليه زوج كيلات من الماء، زوج من الماء، ونعملو عود القرفة ونوضعوهم على النار. كي يبدا يغلي نحسبو له ربع ساعة ونرميو معلقة تاع الزبدة. البرقوق والمشماش والزبيب نعملو عليهم الماء السخون ما يغلي، نخليهم ينتقعوا في هذا الماء ينتفخوا. اذا ما يوجد لنا السيرو، السيرو الان نرميو الملعقه تاع الزبده ونحسبوا لها 4 ساعات 15 دقيقه نخليوها هكا في السيرو. بعد ما مرت 4 ساعات نشوفوا الخليط كيعقد ولا السيرو كيعسل. الان نرميو الزبيب، صفيناه من الماء طبعا، ونرميو المشماش ونخليهم 10 دقائق. كي تمر 5 دقائق نرميو عاد البرقوق باش ما يطلقش ديك الكحوليه. نخليو هذا المشماش والزبيب يتعسلوا، البرقوق من بعد نصفيوه ونرميوه. مرت 5 دقائق، الان نرميو البرقوق ولا كما يسمى في الجزائر العاصمه العينه، ونخليوه 5 دقائق واحده اخرى. منحركوش باش ما يطلقش ديك الكحوليه. بعد ما مرت 5 دقائق ثانيه على البرقوق، الان نطفيو ونعملو قطرات من ماء الزهر باش يقعد هذاك البنه تاع ماء الزهر، ونخليوه يبرد ونحطوه في صحن التقديم ونزينوه باللوز. بعد ما بردت الفواكه البرقوق والمشماش والزبيب نزينوهم بهذا الشكل، زينوا صحن التقديم. هكذا عملنا عنق تاع العنب كخاف دو غريزان. زينوا باللوز. عملنا هكذا الزبيب في الكوان، ونزيدوا الان مرقة، مرقة هذا عسل صافي. هذا الجنجل ما كنتش ذكرته في المقادير، هكذا تزيدوا تزينوا، التزيين يبقى اختياري. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تخليوا لي التعليقات تاعكم. اخيرا اشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.